بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواننا المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظون اليوم قمنا بإنهاء هذه الآلة، العمل عليها. طبعا تغليف كل شيء، الكهرباء، يعني ركبنا كل شيء، المروحة. الآن سوف نقوم كما تلاحظون، هذا هو الشكل النهائي للآلة. هنا المروحة. يعني نصيحة بالنسبة لصناع الآلات، يعني كل آلة تكون يعني مغلوقة بشكل كامل، يجب وضع مروحة لتصريف الهواء الخارج أو لحماية الأجزاء من الحرارة المرتفعة. دون إطالة سوف نقوم بتشغيل الآلة. بسم الله، كما تلاحظون اشتغلت الآلة معنا. هنا مدخل للهواء، هنا يعني مدخلين للهواء. هنا بالنسبة للمروحة ترون أن تعمل. هنا يعني مخرج للهواء، كما تلاحظون هنا مخرج للهواء. الآن سوف نريكم يعني كيفية دخول الهواء وخروج الهواء. يعني كما قلنا هنا كما تلاحظون دخول الهواء بهذا الشكل كما تلاحظون. الآن هنا خروج الهواء، يعني وبالنسبة لهذه الآلة نحن نحتاج إلى سحب الهواء، نحتاج إلى سحب الهواء، لهذا يعني نستعمل الجهة التي يسحب فيها الهواء. هذا هو العمل اليوم، وسوف نقوم بطريقة العمل للآلة في فيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.